فلماذا نترفق بالمذنبين؟ وماذا نعني بالترفق بهم؟ هل بتركهم قائمين على ذنوبهم؟ أم بعدم الإنكار عليهم؟ أم أن هناك شيئا آخر غير هذا؟ يجب أن نعلم أن هذا المذنب هو شخص يعيش بيننا، ربما يكون أنا، وربما تكون أنت، وربما يكون شخصا آخر. إن هذا المذنب هو شخص زلت به قدمه في طريق المعاصي، وتعثرت به دابته في صحراء الوهم، وتعطل به مركبه في بحور الآثام. المذنب حزين القلب، يعاني لوعة الحرمان وفقد الأمان وضياع المستقبل وانفراط الأمل. إنه يحتاج إلى من يأخذ بيديه إلى مرفأ الأمل ونور الأمل، ليتذوق طعم السعادة الذي افتقده بسبب الذنوب. إن هذا المذنب يحتاج إلى يد حانية وقلوب رحيمة تعرف قدر ما يعانيه من شدة الابتلاء وضعف الهمة وفقد العزيمة. إننا نعني بالترفق بالمذنبين أن ننتشلهم من بحور الآثام المظلمة وضيق الصدور وفقدان السعادة إلى سعادة الدارين وانشراح الصدور وابتسامة المستقبل المضيء. إننا نعني بالترفق بالمذنبين أن نحسن الإنكار عليهم وأن نقيم أمر الله فيهم دون غلظة أو قسوة. فالمذنب وإن رأيته مبتسما ضاحكا فهو في الحقيقة هروب من الحقيقة التي تعيش في داخله، وهو أنه استجمع هم الدنيا في داخله، كأنه يحمل في قلبه أثقالا وعلى صدره جبالا يريد الخلاص منها ولا يعرف السبيل. المذنب لعله لم يوفق للهداية بسبب عناد في الرأي أو اتباع للهوى، وقد يكون لين القلب سريع التوجه، ولكن لم يجد من يضيء له الطريق ويحيي في قلبه الفرحة المفقودة. انظر إليه يبكي من دون سبب، يضيق بلا سبب، يكاد يتقطع قلبه كمدا. تقول له لماذا؟ يقول لا أدري. ولكن أتدرون لماذا كل هذا الهم؟ إنها الذنوب والمعاصي. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. إن بعض المذنبين ألهاهم طول الأمل وأمان المغفرة والاعتماد على سعة رحمة الله عن الإقلاع عن الذنوب حتى كبلتهم الذنوب والمعاصي وأردتهم، فهاهم محاصرون يأملون الخلاص ويرقبون النجاة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أقواما ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. فيا أيها المذنب، أفنيت عمرك في اللعب وغيرك فاز بالمقصود وأنت منه بعيد، غيرك على الجادة وأنت من الشهوات في أوجال وتنكيد. ترى
متى يقال فلان استقال ورجع؟ يا له من وقت سعيد، لو عاينت قلق التائبين وتململ الخائفين من هول الوعيد، جعلوا قرة أعينهم في الصلاة والزكاة والتزهيد، وأهل الحرمان ضيعوا الشباب في الغفلة والشيب في الحرص والأمل المديد. فيا أيها المذنب، لا بالشباب انتفعت ولا عند المشيب ارتجعت، يا ضيعة الشباب.